الجماعة دول قاعدين يخططوا إنهم يرفضوا الإسلام والشريعة. كيف؟ والخطة دي خططوها في المؤتمر بتاع الجمهورين اللي كان جزء منه في قاعة الصداقة قبل 3 انتهى ظلم. فنشوف الخطة بتاعتهم لتدمير الدين والإسلام كيف؟ نحن نكشفها لكم الليلة. جيب 3. الظن موجودة، الظن موجودة، عشان كده بتكون في ضمانة لأنه دستورنا يستمر. ففي النهاية أنا بفتكر إنه أن الشباب يعني بصورة عامة شباب الثورة وكنداكات يعني حقه نمسكوا بصورة دي كبيرة إنه نفرضوا إنه يكون في مصدر للتشريع قائم على الدين، وإنه الدين يظل عمل بتاع. قال لابد يرفضوا الكنداكات طبعا، ده الغشوم البنات، بنات عفيفات كذبوا عليهم، بقوا المرة زي القندران، سموها كنداكة وكراكة، خدعوها كذبوا عليها عشان يستمتعوا بها ويمرقوها من بيت أبوها وأمها البيض الطاهر العفيف ويقعدوا بها في شارع النيل تحت شجر النيم، سموها كنداكة. المهم فقال حقه يستمر الشغل بتاعهم ده عشان يرفضوا اي نظام قائم على الشريعه، يا شريعه الشريعه الاسلاميه، ايوه بتاع افراد في حياتهم، والدين قال يكون بتاع افراد بس جوا البيت، لكن برا هو يكون في دين. لا لا لا، نحن دين الاسلام يا حجه، دين الاسلام ده في الحمام جوا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا تقضي الحاجه كيف، ما تستنجي باليمين ولا باقل من 3 حجار، ولا تستقبل القبلة أو تستدبر ببول أو غائط، وإذا دخلت تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تخرج باليسار عكس الدخول وتقول غفرانك. وعلمنا كيف تجامع زوجتك، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعلمنا كيف تأكل بسم الله، وتنتهي تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وعلمنا كيف تبيع البيع الشرعي الإسلامي الحلال وما هو الحرام في البيع، قال تعالى وحل الله البيعة وحرم الربا. وعلمنا كيف تصل أقرباك، فعلمنا صلة الأرحام وصلة الجيران وإكرام الضيفان. وعلمنا كيف تحكم، ربنا قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وعلمنا كيف تطبق الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. علمنا أمور الدين وعلمنا أمور الدنيا كلها، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فذيل قالوا لا لا، الدين ده يكون قاعد في ظرف وفي الفضية في البيت مع الكبابي وسرامس الشاي، وده ده ما دين الإسلام، لأنه دين الإسلام ده معاك من أول يوم تولد لحد ما تخش القبر وتنتهي من مرحلة القبر وتقابل الله يوم القيامة، ثم إلى نار أو إلى جنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كله الحياة كلها ومماتي لله رب العالمين. أما دين الجمهوريين، وطبعا الجمهوريين ديل أصلا اللازنهم الشيوعيين، اللازنهم الشيوعيين بيكفروا فيهم، لأنه الشيوعيين جبناء وخوافين ما بيقدروا يطرحوا الكفريات بتاعتهم للمجتمع، فبيقوم بلزوا الجمهوريين، يشتروا لهم بدل ويأجروا لهم قاعة الصداقة ويخلوهم يتكلموا، الملقطين ديل يتكلموا عشان يشيعوا للإسلام. لكن نحن بنرى انه نحن في نعمة كبيرة، اولا انه ربنا هدانا للاسلام، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ثانيا هدانا للتوحيد يا جماعة، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. هدانا ثالثا، علمنا قدر من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نقدر نحارب بوديل ونجغمهم في أي مكان. وما تظن إن الكلام ده هين، الكلام ده والله دق جوا، لكن انتم ما جايبين خبر، كلام ده دق جوا هناك دق، عرفته؟
والمؤتمر العمله ده ذاته عشان يحاربوا الحق الماشي ده. والحق ما بيحارب لانه الحق ده حق ربنا. والباطل والكفر اللي بيجيبوا العلمانيين والملاحده والجمهوريين والشيوعيين ده حق الشيطان وده الباطل. وربنا قال كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فالحق هو اللي بيبقى بالمناسبه. ونحن مبسوطين لانه ربنا فتح لنا باب كبير وسخرنا نحن وانتم للمساله دي باب جهاد كبير كما قال تعالى وجاهدتهم به جهادا كبيرا. فنحن والله مبسوطين صح زعلانين من الكفر ده لكن مبسوطين لانه ربنا سخرنا واياكم لمحاربه هذا الكفر وهذا الباطل. وان شاء الله الشغل ده ما بقيف. لو ديل فاتوا من احزابهم دي وانقلعوا من البلد دي برضو بنتكلم عنهم نقول كان في ناس هنا ده جمهوريين. اصلا ما نخليهم ابدا ما بنخليهم. شفت كيف؟ والله الذي لا اله غيره ما نخليكم في الكلام ده لانه ناس مجال